بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا النهارده في الكلينيكال اكزامينيشن اوف رومين اند اكزامينيشن اوف رومينال فلويد. بدايه الهدف بتاع السكشن ده هو ان انا اعرف ازاي الكلينيكال اسبيكت اوف رومين اكزامينيشن. هفحص الرومين ازاي هفحص الرومين. وعشان نفحص الرومين لازم الاول نعرف نفتكر مع بعض الاناتوميكال بوزيشن بتاعته وهنفحصه في انهي مكان بالظبط. هنعرف برضو ان شاء الله الكلينيكال سيجنيفيكانس اوف رومين اكزامينيشن. ايه اللي هستفيده لما افحص الرومين؟ ايه الانديكيشن اللي ممكن يديها لي في الانترنال ميديسين ديزيزز او في المشاكل بتاعه الكرش او مشاكل الرومين لما يحصل في مشكله؟ ازاي اتعرف عليها بالكلينيكال اكزامينيشن او كلينيكال سيجنيفيكانس بتاع الاكزامينيشن بتاعه ايه؟ ازاي اعمل كلينيكال assessing of ruminal fluid. وعشان اعمل assessing للruminal fluid هنتعلم ازاي نعمل collection للruminal fluid. بعدين نعرف نعمل لها clinical examination او evaluation. نفتكر مع بعض كده ال anatomical position of the rumen. الرومن عشان نتدخل في الفحص بتاعه لأن لازم نكون عارفين المكان بتاعه كويس. طبعا احنا فاكرين من التشريح ان هو محتل كل الليفت ابدومينال وول، يعني زي ما احنا شايفين كده هو واخد كل الليفت ابدومينال وول بداية من البلفس للديافرام في كل الابدومينال كافيتي من الناحية الليفت سايد اوف ذا كاو. بحتل كل الليفت سايد او كل الليفت ابدومينال وول، دورز الرومينال ساك وفنترال رومينال ساك زي ما احنا شايفين. طيب انا كابلايد اناتومي هفحصه فين؟ لان الجزء ده كله متغطي بالريبس، تمام، زي ما احنا شايفين هنا في الصورة دي كده. فالجزء اللي انا بفحص منه هو الليفت فلانك اور ذا ليفت بارارامبر فوسا، تمام، الفلانك ريجون او الليفت فلانك دي الجزء اللي هفحص منه الرومين. طيب ايه الاسبكت اوف رومين فيزيكال اكزامينيشن؟ الفيزيكال اكزامينيشن اللي هعملها له، واحنا طبعا عرفنا المكان. كل الفحص بتاعنا للكرش هيكون من الناحيه الشمال في البقره في الليفت سايد اوف ذا ابدومين على الليفت فلانك اور الليفت بالارامبر فوسا. اول فيزيكال اكزامينيشن اقدر اعمله للكرش بالانسبكشن بعينيا، اقدر اشوف ايه الابنورماليتي اور نورمال اند ابنورمال كاركتر اوف رومن انسبكشن. تاني اكزامينيشن هو البالبيشن. البالبيشن طبعا فيزيكال اكزامينيشن بستخدم فيها التاتش سنسيشن اور حاسه اللمس، احط ايدي على المكان بتاع الكرش ممكن يديني انديكيشن او كلينيكال سيجنيفيكانس في بعض الامراض. تالت اسبكت اوف اكزامينيشن هو البركشن. البركشن سواء فينجر تو فينجر بركشن زي ما خدنا الترم اللي فات، فينجر تو فينجر بركشن اور بليكسور تو بليكسيميتر بركشن. رابع فيزيكال اكزامينيشن اقدر اعملها للكرش او للرومن هو الاوسكالتيشن. اوسكالتيشن فيزيكال اكزامينيشن اللي بستخدم فيها الستيثوسكوب السماعه بتاعتي وابدا افحص، وكل الفحص بتاعنا زي ما اتفقنا هيتم على الليفت فلانك اور ذا ليفت بارارامبر فوسا في المكان ده. طيب اول حاجه بالانسبكشن، انا بعمل انسبكشن للرومن، لازم اقف في الرير فيو للبقره من ورا البقره في النص بالظبط وابدا اعمل فيجوال انسبكشن للابدومينال سيركمفيرنس. ببدا ابص على الاطار من بره السيركمفيرنس بتاع الابدومين للبقره من ورا، انا واقف ورا البقره واقدر ابص على الابدومينال سيركمفيرنس، تمام. لو تخيلنا ان دي العظمه دي بتاعت الساكرم زي ما احنا شايفين كده، وده النورمال ابدومين، بلاقيه في سيمتري او الجزئين ليفت والرايت سايد، الرايت والليفت سايد بيكونوا قد بعض. في اثناء برضو لما يكون الحيوان ده النورمال كونديشن بتكون بالشكل ده، في بعض الحالات اللي بيكون فيها الحيوان لسه بيفور فيدينج قبل الاكل، بلاقي الجزء الليفت سايد اللي هو الليفت فلانك او الليفت بارامبر فوسا اللي هو المكان بتاع الكرش ممكن الاقيه سلايتلي ديبريسد عن الرايت سايد، تمام. وممكن برضو افتر فيدنج ابص الاقي نورمالي الاقي الجزء الليفت سايد او الليفت بارامبر فوسا سلايتلي بالجد، تمام. ده النورمال انسبكشن. الانورمال انسبكشن او النورمال سيركمفيرنس بتاع الابدومين، ببص على الابدومينال سيركمفيرنس من الناحيه دي من الناحيه الليفت ومن الناحيه الرايت،
ومفروض ان بيكون الاثنين تقريبا في سيمتريكال في النورمال كونديشن. في بعض الحاجات ممكن تدي لي انديكيشن في بعض الامراض زي حالات التيمباني. زي ما احنا خدنا في الجزء النظري ان في نوعين من التيمباني، في فري جاس تيمباني وفي فروست تيمباني. الفري جاس تيمباني او الفري جاس بلوت ده بيكون سكندري تيمباني، في الجاس بابلز اللي نتجت نتيجة عملية الفيرمنتيشن حصل لها كواليس مع بعضها، وبعدين ما حصلش عملية الاركتيشن او العملية اللي بيتم بها الاكسبالشن بتاعة الجاسس بتاعة من الرومين. واحنا عارفين ان ديت فايتال بروسيس مهمة جدا جدا بالنسبة للرومينانت انيمال، لان هو نتيجة عملية الفيرمنتيشن بتطلع كمية كبيرة جدا من الجاسز بير داي، حوالي 600 لتر من الجاسز بير داي بيتكونوا في الرومين. والكباسيتي بتاعة الرومين نفسها او قدرة او يعني الكباسيتي بتاعة الكرش هو اصلا 100 ماكسيمم 150 لتر، فكونه يتكون فيه 600 لتر بير داي في من الغازات، فده طبعا هيكون اوفرلود، ولو ما لازم يحصل لها اكسبالشن عن طريق عمليه الاركتيشن، والا هيحصل سيفير تيمباني، وده اللي بيتم في عمليه الفري جاس تيمباني. لكن زي ما خدنا في الفروست تيمباني ان دي الجاس بابلز بتبقى بلجت في الاكل او في الانجستا بتاعه الحيوان نتيجه انه اكل حاجات فيها جرين فودرز واللي فيها ماده السابونينز اللي منعت السمول جاس بابلز ان السمول جاس بابلز ان تتحد مع بعضها وتكون لارج مولكيول من الجاس، والحيوان يقدر يعملها ريكتيشن. بالانسبكشن كلينيكالي بقى، هنا بالانسبكشن اقدر ابص على الحيوان من الريف فيو زي ما اتفقنا، وممكن نلاقي في حاله الفري جاس تمبري الاقي البلجنج واخد الجزء بتاع الليفت فلانك كده بالظبط زي ما احنا شايفين في الدياجرام ده او في الصوره اللايف دي، تمام؟ بتلاقي البلجنج موجود فوق بس كده على الليفت فلانك اور ليفت بارا رامبر فوسا، في ديستنشن جامد زي بالونه، تمام، في الليفت فلانك اور الليفت بارا رامبر فوسا. لكن في حالات الفروسي تيمباني او الفروسي بلوت دي بلاقي الجاس بابلز الانتاكت في الاكل نفسه او في الانجستا واخد كل تقريبا الجزء بتاع الكرش، تمام، فبلاقيه بالمنظر ده كده في الدياجرام. وفي الحيوان از لايف ممكن الاقي الكرش حصل فيه ديستنشن في الاول ليفت سايد زي ما احنا شايفين كده، مش في الليفت فلانك او الليفت بارامبر فوسا. وزي ما احنا شايفين في الحاله دهيت ممكن ان يحصل بلجنج فوق كانه الليفت فلانك اعلى من ظهر الحيوان، تمام، في حالات الفري جاس تمبني. وزي ما احنا عارفين ان موضوع الفري جاس تمبني خطر جدا، انه ممكن يضغط على اللنج وممكن يحصل الحيوان يموت من اسفيكسيا. فده بالانسبكشن ممكن دي من ضمن الابنورمال abnormal inspection اللي ممكن ابص عليها للرومن او للكرش او تديني clinical significance. الحاجه الثانيه في حالات الفيجال انفيجيشن، في حالات الفيجال انفيجيشن اكيد برضو اخدتوها في الجزء النظري، ابص الاقي الرومن. طبعا في الفيجال انفيجيشن احنا عارفين ان الفيجاس نيرف هو اللي بيغذي الجي اي تي كنيرف سبلاي. لما يبقى فيه لاسيريشن في الفيجال نيرف ويحصل فيجال انديجيشن، ابص الاقي الكرش كانه واخد ال شيب، شايفين زي الدياجرام ده هو كده، ابص الاقي الكرش واخد ال شيب زي حيوان بقره اهيت فيها فيجال انديجيشن. ابص الاقي الرومن الجزء بتاع الليفت فلانك انلارجر واخد كل الليفت ابدومينال وول ونازل تحت كمان من الناحيه الرايت، حاصل فيه بالجنج في الناحيه الرايت بالشكل دهوت، وطبعا ده بيكون اسوشيتد مع كرونيك ريكارنت تيمباني زي ما خدنا في الجزء النظري. لكن هنا بالكلينيكال اكزامينيشن ابص الاقي الكرش واخد كانه واخد ال شيب من الليفت للرايت كده، تمام، في حالات الفيجن انديجيشن. علشان نفرقها بين حالات التيمباني بصوا نلاقي هنا ده الليفت فلانك او الليفت رامبر فوسا هي اللي بلجت بس، لكن في الفيجال انديشن ابص الاقي اللارجمنت هنا او ديستنشن في الليفت فلانك والجزء الليفت كله، تمام، والاقي فيه بلجنج كمان في الناحيه الرايت، بيبقى مدي الرومين شكل ال شيب. طبعا انا زي ما اتفقنا بالانسبكشن او كلينيكال اكزامينيشن اوف ذا رومين باي انسبكشن هقف ورا الحيوان وابص على الابدومينال سيركمفيرنس زي ما اتكلمنا. طيب
حالة تانية هي لو كان في هايدروبس أو كان في مية أو في أسايتس أو أي فلويدز اتجمع في الأبدومينال كافيتي، أبص ألاقي المية كلها جاية في الفلور بالجرافيتي، أبص ألاقيها واخدة بيندولس، الأبدومين بيبقى بيندولس بالشكل اللي احنا شايفينه دهوت، تمام. ده لو كان في هايدروبس. الهايدروبس أو الفلويدز في الأبدومينال كافيتي قد تكون أسايتس، قد تكون في حالات الاسايتس، في حالات الليفر ديزيزز، قد تكون في حالات مشهوره جدا ومشهوره في الفتره اللي احنا فيها دي بسبب ان الحيوان ما بتشربش ميه، حيوانات المين رومينانت بالذات دي بيبقى مور سسبتبل للموضوع ده هوت، ونلاقي اللي هي حالات اليورين ريتنشن نتيجه يوروليسياسز قفلت الباسوي بتاعت اليوريثرا، بعدين يحصل رابشر لليورينري بلادر، فممكن الفلويدز اللي تكون موجوده في الابدومينال كافيتي دي تكون عباره عن يورين في حالات اليورينري بلادر رابشر، في حالات اليوروليسياسز، ودي كومن قوي في الفتره بتاعت الشتاء لان الحيوان ما بيشربش ميه كتير، ويبدا يحصل بريسبتيشن للاملاح في ابتكا والنيدس طبعا زي ما احنا خدنا في اليورين سيستم. المهم ان بيحصل يورين ريتينشن بسبب حصوه او يوروليس، وبعدين يحصل بعد كده رابشر يورين برادر لو ما تلحقش واتعمل له يوروسيستومي او كده، تمام. فديت ممكن الفلويدز تكون اسايتس، ممكن تكون اللي هي تكون ترانزيديت في حالات الاسايتس، ممكن الفلويدز دي تكون يورين، ممكن تكون بلاد، ممكن لو كان حصل رابشر ل بلاد فيزل انترنال بلاد فيزل جوه في الابدومين، ممكن يكون بلاد، ممكن يكون يوريب، ممكن يكون ترانزوديت، ممكن يكون اكزوديت في حالات البريتونايتس، لكن ما بتبقاش كميه كبيره بالشكل ده، واحنا عارفين في الباثولوجي ازاي نفرق بين الترانزوديت والاكزوديت. الفلويدز دي ممكن تكون كمان فيتال فلويدز لو كان ده حيوان بريجننت او بقره بريجننت وحصل رابشر لليوترس، ممكن الفلويدز اللي تكون متجمعه ده هي اي فلويدز في الابدومينال كافيتي تديني المنظر البيندولس ده، هايدروبس او يخلي لي الابدومين بيندولس زي ما احنا شايفينه كده، تمام. طب ازاي هتفرق بين الديفرنت كيسز اللي احنا اتكلمنا فيها ديت؟ المفروض ان انا بعمل الاول اتاكد ان ديت فلويدز بالتكتايل بركاشن او البالوتمنت، لما كنا بنقول بنضغط كده على الابدومين ونحس الفيزرال اورجان بلاقيها تمشي مسافه كده كانها فلوتنج، ده تكنيك بيحدد لي الفلوتنج فيزرال اورجان، تمام. اسمها تاكتايل بركشن ده في الاول خالص بالفيزيكال اكزامينيشن، بعد كده بعمل اكسبلوريتري بانكتشر، بعمل كليبنج وشيفنج وديسانفكشن لمكان في الفنترال هنا الموست فنترال بارت، وبعدين ببدا اعمل ابدومينوسينتيسيس واشوف الفلويدز اللي نازله دي هل هي يورين، هل هي ترانزوديت، هل هي اكزوديت، هل هي بلاد، على حسب الماتيريال دي بندي الدياجنوزس. والابدومينوسينتيسيس ممكن يتعمل اندر التراسونوجرافيك جايدنس، تمام. في بعض الحاجات برضو بين الانسبكشن للابدومين ان ابص للبقره من الرير فيو زي ما اتفقنا كده عشان ابص على المنطقه بتاعه الابدومين، ممكن برضو الاقي في بعض الحالات زي حالات الابوميزال امباكشن، زي حالات الرايت ابوميزال ديسبيسمنت، الاقي طبعا احنا عارفين ان الابوميزال موجوده في الرايت سايد، في الرايت جاست رايت للميديم بلين في الفلور بتاع الابدومينال كافيتي في المنظر ده، فلو في امباكشن ممكن الابدومين ياخد المنظر ده كده زي الدياجرام ده. في حالات الرايت سايد او ميزل ديسبيسمنت ممكن الاقي حصل بالجنج في الناحيه الرايت بالمنظر ده. حالات النيمو بريتونيوم، نيمو بريتونيوم معناها ان في هواء في دخل في الابدومينال كافيتي، فبالجرافيتي بلاقيه يطلع لفوق كده وياخد المنظر ده، يبقى في اجزاء من الهواء نيمو بريتونيوم هواء داخل البريتونيال كافيتي. ده بالنسبه للانسبكشن عرفنا هنعمله ازاي. الانسبكشن هنقف ورا الحيوان او ورا البقره وابدا ابص على الابدومينال سيركمفيرنس من الناحيتين من بوث سايد من الرايت والليفت، وقلنا النورمال وبعض الحالات الابنورمال اللي ممكن تديني كلينيكال سيجنيفيكانس في بعض المشاكل زي التيمباني، زي الامباكشن، زي الامباكشن التيمباني سواء في ريجاس تيمباني او فروست تيمباني، الفيجال انديجيشن او ميزل امباكشن.
الفيزيكال اكزامينيشن الثاني اللي ممكن اعمله على المنطقه بتاعه الكرش، وقلنا المنطقه اللي هنفحص فيها هي الليفت فلانك، بكرر تاني الليفت فلانك اور الليفت بارالمبر فوسا، عمليه البالبيشن. والبالبيشن ده قلنا بنستخدم حاسه اللمس، بحط ايدي على المكان ده وابدا احس. طيب في بعض الاكسبريشن اخذناها، هنشوف الكلام ده دلوقتي. ديتكشن، بقدر اعمل ديتكشن للكونسستنسي بتاعه الرومين كونتنت، الرومينال كونتنت، اقدر احس الكونسستنسي بتاعتها. فالنورمال بالبيشن على المنطقه بتاعه الكيرف، ابص الاقي المنطقه بتاعه الليفت فلانك اور الليفت بارالمبر فوسا النورمال بالبيشن. النورمال بالبيشن المفروض بقسم انا الفلانك ريجون دهيت الى 3 ثيرد، 3 تلات كده، تمام. الثلث الاولاني بالجرافيتي هيكون فيه الجاسس اللي ناتج عن عمليه الفيرمنتيشن، التلتين اللي تحت هيكون فيهم السوليد فود والفلويد فود. فبالتالي لما اجي اعمل بالبيشن في الجزء اللي تحت في الفلانك ريجون في النورمال بالبيشن، تمام، يديني على ايه سلايتلي ضعفي، ده هيبان معانا في الشريحه اللي دي. لما اجي اعمل نورمال بالبيشن في اللور تو ثيرد دول، ابص الاقي النورمال بالبيشن بيكون سلايتلي ضعفي. لما اعمل هنا بالبيشن في المكان ده، هو هلاقيه سلايت الاستيك، سلايت الاستيك، اجي اضغط عليه كده ابص الاقيه يرجع بسرعه بعد ابلكيشن اوف بريشر. ده في حالات النورمال انيمال اور الحيوان الطبيعي، تمام. ده طبعا بالنسبه لي النورمال بالبيشن. ممكن اعمل بالبيشن خارجي اسمه اكسترنال بالبيشن، ان انا احط ايدي على الفلانك ريجون هنا في المنطقه دي الليفت فلانك اور الليفت بارالمبر فوسا، وابدا ابص اعمل بالبيشن في المكان ده. الحاجه الثانيه اللي ممكن اعمل انترنال بالبيشن، ايه الانترنال بالبيشن ده؟ هو ان ادخل بين الريكتم بجلوفد هاند زي ما احنا اتعودنا، بندخل بيه كون شيب، بدخل من الريكتم بجلوفد هاند واعمل لوبريكيشن لايدي طبعا، وادخل في جلوفد بجلوفد هاند طبعا، وبعدين بعمل باك كراكنج، وبعدين بدخل لحد ما احس الرومين. الرومين هنحسه على الليفت سايد بعد ما نعدي المنطقه بتاعه البلفس. احنا قلنا ان هو واخد كل الليفت ابدومينال وول في المكان ده هو، فبالتالي انا بحسه على الليفت سايد واخد لحد الميديان بلين. ده بالنورمال بالبيشن للرومن. قلنا برضه احس البالبيشن اللي احنا قلنا عليه، هلاقيه سلايت الاستيك في الجزء اللي فوق، والجزئين اللي تحت اللور تو ثيرد ابص الاقيهم بيكون سلايتلي دافي. ده بالاكسترنال بالبيشن والانترنال بالبيشن. يبقى اول حاجه انا ممكن احدد الكونسستنسي بتاعت الرومينال كونتنت. ممكن كمان اقدر احدد او احس او اعمل بالبيشن للكواليتي اوف رومينال كونتراكشن، وانا حاطط ايدي على او احط قبضه ايدي على المكان ده كده على المنطقه بتاعت الليفت فلانك اور الليفت بارالمبر فوسا، ابص الاقي ايدي بتترفع لفوق كده اثناء الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاع حركه اثناء حركه الكرش، ابص الاقي اقدر احدد الكواليتي اور الكواليتي او قد ايه السترينث اوف رومينال كونتراكشن، تمام. في السترونج كونتراكشن اور ويك اور شالو كونتراكشن اوف رومين اوف رومين، تمام. في كمان لو عملت بالبيشن او ديب بالبيشن في حالات بيريتونايتس، ابص الاقي الحيوان بيعمل اكسبريشن لبينفول بالبيشن. بينفول بالبيشن ممكن اشوفها في حالات البريتونايتس، ممكن في حالات التروماتيك بريكارديتس لو جيت عملت بالبيشن في المكان ده هو اللي بيبقى فيه فورين بودي شارب بنتريتنج فورين بودي، لو جيت اعمل دي بالبيشن ابص الاقي الحيوان بيعمل اكسبريشن للبين في صوره جرانتنج ساوند او يظهر الصوت انين. من ضمن الابنورمال بالبيشن اللي ممكن اعملها ان ابص الاقي الليفت فلانك زي حالات التيمباني اللي احنا شفناها من شويه، ابص الاقي سيفير ديستنشن عامل لي الرومن او الليفت فلانك زي بالونه بالظبط، تمام. فبالتالي اجي اعمل بالبيشن ابص الاقي هايبر الاستيك رابيدلي ريزيوم اتس شيب افتر ابلكيشن اوف بريشر، لما اضغط عليها ابص الاقيها زي بالونه بالظبط، الاقيها ترجع مكانها بسرعه جدا هايبر الاستيك. ودي طبعا هتبقى في حالات الانتفاخات او حالات التمبني الجامده. ممكن من ضمن الابنورمال بالبيشن ان الاقي كل الفلانك ريجون دي از كومبليتلي دافي او دي وي كونتنت،
دي زي العجينه، ده هيتم في حالات او هشوفها في حالات الامباكشن، ده الفيزيكال اكزامينيشن مهم جدا زي ما اتفقنا في الكلينيكال اكزامينيشن بتاع اي حاله تقابلني مرتبطه بالجي اي تي لازم طبعا فحص الكرش، وده مهم جدا جدا ان اعمل انسبكشن زي ما اتكلمنا. البالبيشن، البالبيشن قلنا ان هو ممكن يحدد لي حالات التمبني، وانا اضغط كده تحس ان هي زي البالونه بالظبط في المكان ده هو نتيجه السيفير ديستنشن بتاع الجاسس اللي موجوده في الكرش. ممكن الاقيه سلايد كومبليتلي دافي في حالات الامباكشن، ابص الاقي جزء كل ده، كل الليفت فلانك او الليفت بارالامبر فوسه الاقيها زي العجينه بالظبط، تضغط عليها بيت اندر بريشر اور slowly resume its shape after application of pressure. painful palpation اتكلمنا عليه، قلنا ده ممكن في حالات البريتونايتس، حالات التروماتيك ريتيكولو بريتونايتس، ابص الاقي لو عملت palpation او deep palpation على الرومن ابص الاقي يحصل اكسبريشن للبين في صوره grunting sound. يبقى اول اسبكت اوف اكزامينشن او اول طريقه للفحص بتاع الكرش ان ابص عليه بعينيا اللي هو بالفيجوال انسبكشن او بالانسبكشن. تاني حاجه البالبيشن، بدات احط ايدي على الحيوان واعمل تاتشنج للمكان بتاع الكرش، المكان اللي هو الليفت فلانك اور الليفت برا رامبر فوسه، تمام، هبدا افحص فيه بالبالبيشن وعرفنا النورمال كاركتر بتاعت البالبيشن وبعض الابنورمال كاركتر والكلينيكال سيجنيفيكانس اللي ممكن تديني انديكيشن ليها. ثالث اسبكت اوف اكزامينشن او ثالث طريقه هفحص فيزيكال، ثالث فيزيكال اكزامينشن اقدر افحص بيها الكرش هو البركشن، عمليه البركشن زي ما خدنا في الترم اللي فات فينجر تو فينجر بركشن اور فليكسر تو فليكسيميتر بركشن. عمليه البركشن لو تفتكروا احنا قلنا ان هي اوف ليتل سيجنيفيكانس في اللارج انيمال، مشهوره اكتر في البيت انيمال والحيوانات الصغيره والسمول انيمال، لكن في اللارج انيمال بتبقى اوف ليتل سيجنيفيكانس نتيجه الاورجن الكبير بتاعه اللارج انيمال نتيجه السكنس اوف ابدومينال وول، فبيديني اوف ليتل سيجنيفيكانس. لكن برضه نبقى عارفين النورمال بيركشن على المنطقه بتاعه الكرش هو بالطبيعي زي ما اتكلمنا في البالبيشن، قلنا ان احنا بنقسمها لثلاث تلات كده، اللور تو ثيرد بيكون فيهم السوليد فود والفلويد فود، لكن الجزء اللي فوق بيكون فيه جازز. طب بالتالي لما اجي اعمل بركشن على حاجه فيها جاسس نوت كونكتد بالاكسترنال اير اكيد هتديني تمبانيك ساوند، لكن لما اجي اعمل بركشن على اللور تو ثيرد اللي فيهم فلويد فود او سوليد فود ابص الاقي يديني سلايتلي دال ساوند، يبقى ده هيديني دال ساوند في الطبيعي، والابر ثيرد هيلاقي فيه كميه من الجاسس اللي بتبقى بالجرافيتي طالعه لفوق دي هتديني نورمال بركشن ساوند تمبانيك ساوند. امال ايه الابنورمال ساوند اللي ممكن اسمعها بالبركشن لما اجي اعمل بركشن على المنطقه بتاعه الليفت فلانك او الليفت بارالامبر فوسه اثناء فحص الكرش؟ ايه الابنورمال ساوند اللي ممكن تظهر معايا؟ ممكن الاقي في هايبر تيمبانيك ساوند زي ما اتكلمنا دلوقتي برضو في حالات البالبيشن وحالات الانسبكشن اللي بيبقى الكرش هاي ديستندد في حالات التيمباني او في حالات الفري جاس تيمباني او فورس تيمباني، اجي اعمل بركشن ابص الاقي الصوت بتاعي زي صوت الدرام زي صوت الطبلة بالظبط، هايبر تيمبانيك ساوند. هايبر تيمبانيك ساوند اسمعه في حالات السيفير تيمباني، الاقي كل الفلانك ريجون مش بس الابر ثيرد، الاقي كل الجزء ده هو بيديني صوت زي صوت الدرام هايبر تيمبانيك ساوند. بالنقيض خالص في حالات الامباكشن، في حالات الامباكشن بيبقى الكرش زي العجينه والسوليد ماس كانه الحيوان الملكوم اللي كل كميه كبيره من الاكل، كل الفلانك ريجون دي لما اجي اعمل عليها بريكشن او اعمل عليها سواء بريكسور تو بريكسيميتر بريكشن او فينجر تو فينجر بريكشن فينجر تو فينجر بريكشن ابص الاقي يديني دال ساوند، الاقي كومبليت اريا اوف الاريا كلها بتاعت الفلانك ريجون اللي الاقيها كومبليت دالنس، الاقي فيها دالنس نتيجه الكومباكت ماس الحيوان ظلم نفسه وكل كميه كبيره من الاكل، تمام، في حالات الامباكشن. طبعا انا لما اجي اشخص حاله تيمباني او حاله امباكشن مش بس بالانسبكشن هقدر اشخص الحاله، مش بس بالبركشن اقدر اشخص الحاله، ولا كمان ولا بس بالبركشن اقدر اشخص الحاله، لكن انا باخد مجمل الفيزيكال اكزامينشن بالانسبكشن والبالبيشن والبركشن، وكمان لما نتكلم في الاوسكالتيشن دلوقتي مع الكيس هيستوري اللي انا خدتها من الاونر او من صاحب الحاله او في المزرعه من العامل او الى اخره،
ببقى باخد الكيس هيستوري مع الكلينيكال اكزامينيشن ومع الفرزر او السبيشال تيست اللي ممكن اعملها للسيستم اللي انا بفحصه. في النهايه خالص ببدا اعمل الكوركت دايجنوزس بالنسبه لي، لان ده الهدف بتاعي ان اعمل كوركت دايجنوزس عشان ادي الكوركت تريتمنت. نيجي بقى للطريقه الرابعه بالفيزيكال اكزامينيشن للرومين، وهي عمليه الاسكالتيشن. الاسكالتيشن هي عملية الفيزيكال اكزامينيشن اللي بستخدم فيها الاستيثوسكوب او السماعة بتاعتي اللي هسمع بيها الفانكشنال اكتيفيتي بتاعت الكرش. الكرش الحركة بتاعته الرومينال موتيليتي بتديني ساوند، ساوند نتيجة التقليب بتاع الاكل ده هوت بيديني صوت جرجلينج ساوند، ودي او رومينال موتيليتي او الحركه دهيت اللي انا حسيتها بايديا وحسيت الاسترينس بتاعها تمام، اقدر اسمعها بالاستيثوسكوب. الصوت بتاعها ريزمبل او هيبقى شبيه جدا بان انا دروبينج اوف رايس اون ا بيس اوف بيبر، كانك جبت شويه رز وبتفضيهم على ورقه. الصوت اللي هيطلع دوت هو نفس الصوت اللي هيطلع فيه بالاسكالتيشن اوف ذا رومين. صوت الكرش الحركه بتاعته تمام، بقدر اعمل ديتكشن ليها بعمليه الاسكالتيشن بالسماعه عشان احدد النورمال رومينال موتيليتي. النورمال رومينال موتيليتي في الكاوز من 3 ل 5 مرات او 3 ل 5 كونتراكشن في الدقيقتين. خد بالك عشان احدد الريت بتاع الكونتراكشن بتاع الرومين لازم اقعد اسمع الكرش دقيقتين. طيب اول ما تسمع اول حركه لو عايز تعد بقى، طبعا هنا افحص على الليفت فلانك والليفت برارام فرفصه، هتحط السماعه بتاعتي عشان تتاكد انها سماعه وتلبسها كويس تمام، وبعدين احطها وبعدين تسمع اول حركه. لو قعدت دقيقتين ما سمعتش ولا صوت يبقى في كومبليت رومينال ستاسيس، والكومبليت رومينال ستاسيس ده ممكن اشوفه في حالات الفيفر، في حالات التوكسيميا، في حالات السبتسيميا، كل الفيبرايل كونديشن، في حالات الليت ستيجز من التروماتيك بريكارديتس او التروماتيك ريتيكولو بروتونايتس، ابص الاقي برضو في كومبليت ستاسيس لعمليه الكرش، في السيفير امباكشن، في السيفير تيمبري الاقي برضو في كومبليت ستاسيس. الهايبو موتيليتي طبعا هنا الريت في الديفرنت انيمال من 3 ل 5 في الدقيقتين في البقر، من 2 ل 4 في الجوتس، من 3 ل 6 في الشيب في كل دقيقتين تمام. فاحنا اتفقنا ان احنا عشان نعيد الريت هنقعد دقيقتين نسمع الكرش، لو ما سمعناش حاجه خالص في خلال الدقيقتين قلنا ده هيكون في كومبليت رومينال ستاسيس وعرفنا زي حالات ايه. طب سمعت مثلا حركه واحده في خلال دقيقتين، انا اعد ازاي؟ انا اسمع اول حركه ابدا اعد دقيقتين تانيين عشان اعد الريت او عشان احسب الريت اوف كونتراكشن بتاع الرومين تمام. فانا سمعت حركه ابدا اعد دقيقتين عشان اشوف كام حركه في الدقيقتين ده هم حصلت من اول سماعي للصوت. ما سمعتش حاجه في خلال دقيقتين يبقى في كومبليت رومينال ستاسيس. طب لو سمعت عديت بقى في خلال دقيقتين من سماع اول مره وبعدين او من سماع اول حركه سمعت حركه واحده تمام والسترينث بتاع الكونتراكشن كان ضعيف، اقدر احدد هنا الكواليتي والريت بتاع الكونتراكشن اوف ذا رومين. طيب في حالات الهايبوميتايرومين دي بلاقيها في كل حالات الاندجيشن، في كل حالات الجي اي تي بروبلم هلاقي في هايبوميتايرومين. الا ممكن الاقي بقى حركه الرومين ازيد من الحركه الطبيعيه، يعني مثلا في البقره بس الاقيها 7 مثلا في الدقيقتين. في بعض الحالات اللي يزيد فيها increased than normal ruminal contraction ممكن اشوفها في حالات زي حالات الدايريه، ممكن اشوفها في حالات زي حالات الـ early stage من الـ impaction او الـ timpani في حالات في المراحل الاولانيه. بص الاقي فيها حاله فيها نتيجه distension بيعمل stimulation للcontraction ففي اول الـ impaction في الـ early stage، ودي غالبا مش هتشوفها او لان الحيوان ما بيجيلكش على طول ساعه ما بيحصل impaction، بتلاقي بيجيلك على غالبا في الستيت اللي بيكون فيها complete rumen stasis، يبقى ممكن اشوفها في حالات الدايريه اللي هي زياده حركه الكرش في الهايبر موتايل رومين، ممكن اشوفه في حالات الدايريه، ممكن اشوفه في حالات الايرلي ستيج بتاعه الامباكشن او الايرلي ستيج من حالات التيمبري. خلاص دلوقتي عملت اسيسنج لي
حركة الكرش لشكل الكرش، تمام، عرفنا موجود فين، هنقدر نفحصه ازاي بالانسبكشن، بالبالبيشن، بالبركشن، بالاسكالتيشن. مهم قوي اعرف النورمال كونديشنز والابنورمال كونديشنز والكلينيكال سيجنيفيكانس اللي هتديني او اللي هعرفها نتيجة مثلا لو قلنا في بالبركشن سمعت صوت ايه وبيديني انديكيشن ان في اي مشكلة في الكرش. الكلام ده مهم جدا 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 في الفحص الاكلينيكي في الفيلد. نتنقل بعد كده للاكزامينيشن اوف رومينال فلويد. ازاي هسحب عينه من الرومينال فلويد وايه الطرق اللي هاخد بيها عينه من الرومينال فلويد من عصاره الكرش والفلورا. عارفين طبعا ان الكرش بيتم فيه مايكروبيال دايجيشن، تمام، فالمايكروبس دي او بقدر اعمل اسسمنت للبكتيريات اللي موجوده، اقدر البكتيريا الموجوده اقدر افحص البي اتش، اقدر افحص في different types of examination هنتعرض ليها دلوقتي ونشوفها بسيطة جدا ومهمة جدا جدا جدا. وخلي دايما عندك الأداة اللي هنسحب بيها في الكلينيك بتاعتك بعد كده، ازاي تسحب عينة من الرومينال فلويد. الكلام ده مهم جدا ولازم نتعلمه مع بعض، نعمل له practical application ليه، مهم قوي قوي. ايه الانديكيشن اللي بعمل تخليني اخد عينة من الرومينال فلويد وابدأ افحصها او اعمل لها assessment او evaluation؟ اول حاجه ان هي بتساعدني في الدياجنوزيس بتاع الرومينال ديزيزز، يعني في حالات الاندجشن، حالات الرومينال اسيدوزيس، حالات الابوميزا الابستراكشن. الحاجات دي لو خدت عينه من الكرش هنعرف ازاي دلوقتي ان هي ممكن تديني انديكيشن ان في اندجشن او في اسيدوزيس او في ابوميزا الابستراكشن. خلاص، يبقى هقدر اعمل بيها دياجنوزيس لبعض الرومينال ديزيز. عشان كده الانديكيشن ايه، ليه بسحب عينه من الرومينال فلويد، او ممكن استفيد بيها في ايه؟ ممكن اعمل دياجنوزيس للرومينال ديزيزز، اعمل ايفالويشن للرومينال فلويد او اسسمنت بيفور عمليه الثيرابيوتيك ترانسفورميشن. زي ما خدنا في الجي اي تي او الكومباوند ستومك ديزيزز ان في بعض الحالات ممكن اضطر انقل لها فلورا او انقل لها عصاره كرش من حيوان سليم للحيوان المريض اللي تعبان ان في مشكله في الكرش بتاعه ده، هو نتيجه ان حصل فيه انديجيشن بتموت الفلورا او بتقل اللود بتاع الفلورا، فبالتالي بيقل الدايجستابيليتي بتاعه الحيوان او بتاعه النيوترينتس اللي الحيوان واكلها، وبالتالي لازم اعمل ترانسفونيشن. ترانسفونيشن ان هنقل الفونه من او الجاستريك جوس او سوري الرومينال فلويد من حيوان مصاب الى حيوان، من حيوان سليم الى حيوان عنده مشكله في الكرش بتاعه، تمام. فدي الانديكيشن اللي هاخد بيها عينه من الرومينال فلويد. الميثودز او الطرق اللي هاخد بيها عينه من الرومينال فلويد، اول حاجه ان ممكن اعمل نيدل بانكتشر اوف ذا رومن، رومينوسنتيسيس. رومينوسنتيسيس احنا عارفين طبعا ان الكرش واخد كل الليفت ابدومينال وول زي ما اتفقنا من البلفس للديافرام. البيست سايت اللي هاخد منه عينه بالابدومينوسنتيسيس بجيب نيدل وابدا اعمل بانكشر للكرش. فين البيست سايت اللي اقدر اعمل فيه بانكشر عشان اسحب عينه من الرومينال فلويد؟ وده بسيط خالص، بجيب نيدل طويله شويه ببدا اعمل كليبنج وشيفنج انفكشن في المكان ده هوت جاست قدام الستايفل جوينت اند في اخر الريب كيش كده، تمام، وفي نهايه الفلانك ريجون. احنا عارفين طرف المثلث اللي هيبقى موجود هنا بتاع الفلانك ريجون في المكان ده هوت، ابدا اعمل بين السايفل وبين الريب كيش هنا كده ابدا اعمل بانكتشر في المكان ده، هو بالظبط هو ده البيست سايت، ابدا اعمل بانكتشر هنا زي الصوره اللايف دي وابدا اخد عينه من الرومينال فلويد. ودي ميزتها انك بتاخد من الرومين على طول، مفيش فرصه لاختلاط بصلايفا زي الستومك انتيوبيشن او ان ادخل الاستومك تيوب. دي الاستومك تيوب الفينستريتد استومك تيوب اللي وريتها لكم اللي شبه الخرطوم بتاع مكنه الميه اللي احنا كلنا فلاحين وعارفينها، المصفط او الخرطوم اللي بينزل في الترعه نفس القصه بالظبط، ليه جزء كده هيد فينستريتد او فيها اخرام كده بتصفي لي طبعا الرومن مليان الفيد ماتيريال من تبن وخلافه. يعني ما ينفعش ان انا لو دخلت تيوب وسحبت على طول، لازم فيه زي مصفى كده بالظبط بتصفي لي الرومينال فلويد، وابدا اعمل سكشن وبالتالي تسحب لي عينه من الرومينال فلويد.
ودي هنعمل لها كلينيكال ابلكيشن وهناخدها بالفعل، والبامب ديت هنشوفها دلوقتي في فيديو. الحاجه الثالثه ان نعمل رومين تروكرايزيشن، باجي على المنطقه بتاعه الكرش وبنعمل بيرمننت اوبننج ويبقى ليها غطا كده، نبدا دي بتستخدم في اسمها رومين تروكرايزيشن، كان ركبت كانولا في الرومين، بس بتبقى طبعا حجمها كبير شويه، ودي بتستخدم في ريسيرش عشان ان انا كل شويه مثلا جروب من الانيمالز هعمل لهم ابلكيشن لماده معينه في عصاره الكرش او للكرش او للرومن الفرورا، بتنشط او بتشتغل على رومن الفرورا، وبالتالي هضطر كل شويه اسحب، مش معقول كل شويه هعمل بانكتشر او اعمل رومنوسنتيسيس، مش معقول كل شويه هاجي اجيب الاستومك تيوب، بتبقى موضوع مجهد شويه هتشوفوها دلوقتي، هيبقى مرهق ان اعمل في ريسيرش او في جروب من البقر كل شويه اخد ادخل استومك تيوب او اعمل بانكتشر. فبنعمل التروكرايزيشن دي، بتركب عمليه جراحيه كده تمام، وبتتخيط في الفلانك ريجون او الليفت فلانك او الليفت برانبر فوسه، وبعدين نقدر ندخل تيوب نعمل ساكشن للعينه ونقفل الغطاء تمام، كان يركب كانيولا بالظبط في الرومن، بسميها رومن تروكرايزيشن. يبقى في عندي 3 طرق: الرومن تروكرايزيشن، الرومنوسنتيسيس، وان الاورال اور نيزل باسج اوف ستومك تيوب. احنا عرفنا ان الاستومك تيوب ممكن تدخل من الاورال كافيتي او من النيزل اوبننج علشان السوفت بالات بتاعهم صغير، لكن دي طبعا هقدر ادخلها من الاورال كافيتي، لكن اللي هتدخل من النيزل كافيتي بتكون رابر زي اللي احنا شفناها مع بعض في السكشن. نشوف الفيديو ده هو كده مع بعض. ده فيديو معانا اهوت بيورينا ازاي هنركب الاستومك تيوب، دي حاجه زي سبيكولوم كده بيركبها لحد الفرنكس بتاعت الحيوان، عشان هو هيركب الرابر استومك تيوب فلازم يحميها من السنان بتاعت الحيوان او من الشارب كيس بتاعت الحيوان، وبالتالي هو بيركبها هنا بتوصل لحد الفرنكس ويبدا يدخل الاستومك تيوب زي ما اتفقنا في السكشن. خلاص وهو بيدخل كده هنعمل نيجاتيف بريشر نتاكد ان هي داخله ازاي، اتعلمنا ازاي نعرف ان هي داخله في السوفيجاس مش داخله في التراكيه، ممكن نحسها من على الليفت سايد هنا اثناء مسارها في السيرفايكال بارت من الاسوفيجاس. خلاص وتبدا عملها ابلكيشن بالمنظر ده، بعدين هو هيعمل بامبنج، بيعمل بامبنج دول بيعمل نيجاتيف بريشر فبيسحب عينه من الرومينال فلويد. نشوف كده طبعا اول كميه او اول شويه رومينال فلويد او اول ستشارج او الستريبس هيطلعوا بتكون مختلطه بالسلايفا، فممكن لما اجي اعمل كيميكال اكزامينيشن اهو شايفين بدات تطلع لي الرومينال فلويد، دي ممكن تطلع لي كذا لتر من الرومينال فلويد، هنا بقدر احطها على بي اتش بيبر او اشوف فيها البي اتش بسهوله خالص. لو عايز كميه من الحيوان لو هو سليم وبنقلها لحيوان تاني بكل سهوله بطلع كميه من الرومينال فلويد، وبحقنها وبستخدم البامب دي ان اعمل لها بامب اللي في الحيوان المصاب. خلاص دي الابلكيشن بتاع الاستومك تيوب بكل بساطه، وازاي احصل على رومينال فلويد. ده البي اتش ميتر 6 هنا 6.8 okay. ده النورمال بي اتش بتاع الرومين وزن رينج هنشوفه دلوقتي. فدي الطريقه اللي بسحب بيها عينه من الرومينال فلويد باستخدام الاستومك تيوب. في بعض البريكوشنز اللي لازم ناخد بالي منها لما اجي اخد عينه من الكرش او من الرومينال فلويد وابدا اعمل لها اكزامينيشن. اول حاجه ان السامبل اللي هاخدها لازم افحصها دايركتلي افتر كولكشن. ليه؟ لان الفلورا او البكتيريا او البروتوزوا دي بتعيش في درجه حراره الكرش يا اخوانا بتبقى 39 ديجري سليزيوس، بتعيش في درجة حرارة 39، فبتتأثر طبعا بالكولينج أو بالإير اكسبوجر بيأثر على الأكتيفيتي بتاعتها، فلازم أعمل لها رابيد ايفالويشن بسرعة، يعني أعمل لها دايركت اكزامينيشن بعد ما أبدأ أعمل لها كولكشن. تاني حاجة إن الترانسبورتيشن أوف رومينال فلويد فور رونج ديستانس، يعني ما ينفعش آخد العينة بتاعة الرومينال فلويد من مكان وأبدأ أروح
في مكان في كونتينر عادي واروح اديها الحيوان تاني، او حتى لو هروح للمعمل اعمل لها ايفالويشن. الترانسبورتيشن لازم يتم في دبل جاكيت كونتينر، حاجه بتحافظ على درجه الحراره بتاعتها. احنا عرفنا ان هي بتعيش في درجه حراره 39، فما ينفعش انقلها كده وتتعرض للجو او تتعرض للاير اكسبوجر، ده هيموت لي البروتوزوا واثر على الاكتيفيتي بتاعتها. في بعض الحاجات ممكن أأخرها شوية أو ممكن تتأخر معايا، ما بتتأثرش يعني، مش هتفرق كتير، زي الاستيميشن بتاع الكلورايد بيرسنت، لو هشوف نسبة الكلورايد، لو هشوف نسبة الأمونيا كونسنتريشن ممكن أأخرها لحد 9 ساعات في الروم تمبريتشر، وممكن لو هتقعد في التلاجة تقعد لحد 24 ساعة مفيش أي مشكلة. إيه الإكزامينيشنز اللي هعملها للرومينال فلويد؟ في فيزيكال إكزامينيشن، في كيميكال اكزامينيشن، في مايكروسكوبيكال اكزامينيشن. بالنسبه للفيزيكال اكزامينيشن ابص على الكالر اللون بتاعها، هشوف النورمال والابنورمال، ممكن يديني انديكيشن عن حاجه، بس بمجرد ان اخد عينه وابص لها كده واشوف الكونسيستنسي او الفيزيكال كاركتر بتاعه الرومينال فلويد، كالر كونسيستنسي الاودر السيدمنتيشن تيست او السيدمنتيشن اكتيفيتي، هنشوفه مع بعض دلوقتي. الكيميكال اكزامينيشن ممكن افحص البي اتش، البي اتش باستخدام زي ما شفنا في الفيديو دلوقتي، البي اتش ميتر ممكن استخدمه بسهوله خالص، هيحدد لي البي اتش بتاعت الكرش، وهنشوف في النورمال والابنورمال بي اتش المفروض يبقى البروتوزوا بتشتغل في رينج من البي اتش معين، لو زادت او قلت البي اتش بتموت البكتيريا او بتموت الفلورا وبتتاثر جدا جدا بيها. السليلوز دايجيشن تيست، سلولوز دايجيشن تيست، وده هيقيس لي كفاءة البكتيريا ان هي تهضم السليلوز. الجلوكوز فرمنتيشن تيست هيقيس لي كفاءة البكتيريا اللي بتعمل فرمنتيشن للكربوهيدرات. النيتريت ريدكشن تيست والرومين فلويد كلورايد، كل دي كيميكال اكزامينيشن هنتكلم فيها دلوقتي. المايكروسكوبيكال اكزامينيشن في كواليتيتيف تيست، حاجات كواليتيتيف بالوايم كده او بعمل لها اسسمنت بانية، وفي كوانتيتيف ان انا اقدر اعد البروتوزوا واقدر اعمل كوانتيتيف، يعني عمليه هتبقى محسوبه وكالكوليتد ميثودز. طيب نشوف في الاول خالص الفيزيكال اكزامينيشن. اول حاجه الكالر، الكالر بتاع الرومينال فلويد. النورمال كالر ده هيختلف على حسب اختلاف الاكل الحيوان بياكله، لو هو بياكل هي راشن هبص الاقي الرومينال فلويد بتاعته مديه على اوليف كلر اور اللي هو اللون الزيتوني او براونش جرين، ده في اللي بياكل هي، الحيوانات اللي بتاكل هي راشن. الحيوانات اللي بتاكل جرين فودرز وجرين راشنز هبص الاقي الديب جرين كلر زي ما احنا شايفين في الصوره دي كده، ديب جرين كلر اللي بياكلوا جرين فودرز. الحيوانات اللي بتاكل جرين او سايلج ممكن ابص الاقي اليولوش كالوريشن للرومينال فلويد. في بعض الابنورمال كالر ممكن تديني انديكيشن على بعض المشاكل، ممكن بس مجرد ان انا ابص لها كده، طبعا انا قلت ان انا مش هشخص بمجرد النظر، انا هعمل كل الاكزامينيشن من A to Z وعشان اخد ديسيجن في الدياجنوستس بتاعي. الابنورمال كلر منها الميلكي جراي، ميلكي جراي في حالات الجرين اوفر فيدنج، جرين اوفر فيدنج ابص الاقي اللون بتاع الرومينال فلويد ميلكي جراي. داركر جرينش حالات الرومينال ستازيس او الديكومبوزيشن، جراي ويز كلوتس اوف ميلك. الكافس احنا عارفين ان اللبن اللي بيحصل له ساكلينج بالنسبه للكاف الصغيرين بيطلع بيمشي على الاسوفجيال جروف وبيروح للابوميزم على طول، ما بيمشيش او ما بيدخلش في الرومين، ولو وصل للرومين او حصل ان نزل في الكرش بيحصل مشاكل و بيبقى في مشاكل كتير. فانا لو خدت عينه من رومينال فلويد في القاف ولقيت في ميلكي كلوتس خلاص يبقى ده في ابوميزال ريفلوكس، حصل ارتجاع من المعدة الرابعة اللي هي الابوميزم رجع للكرش تاني، فممكن يبقى جراي ويز لون الرومينال فلويد جراي ويز كلوتس اوف ميلك في حالات الابوميزا ريفلوكس. الكونسيستنسي،
كل ده في الفيزيكال كاركتر او الفيزيكال اكزامينيشن اوف رومينال فلويد. النورمال كونسستنسي المفروض بتبقى سلايتلي فيسكس، وسلايتلي فيسكوسيتي دي نتيجه الفلورا والبكتيريا والبروتوزوا اللي عايشه جوه منها، تمام. اما الابنورمال ان نلاقيها ووتري، ووتري كونسستنسي ده ان اكتيف بكتيريا او بروتوزوا، ده في حالات الانوركسيا او البرولونجد رومينال ستاسيس هتبقى ووتري كونسستنسي. اكسس فروسي، اكسس فروسي تلاقيها عامله زي الرغاوي كده، دي في حالات الفروسي تيمباني طبعا، او الفروسي بلوت اللي اتكلمنا فيها دلوقتي في حالات الفيجال انديجيشن. الاودر، الاودر لما هنشم ريحه الرومينال فلويد ونشم ريحه الفولاتايل فاتي اسيد اللي بتطلع دي بتديها ريحه اروماتيك اودر. لكن في بعض الابنورمال اودرز ممكن اشمها، ممكن اشم امونيا، ريحه الامونيا ال NH3 ده في حالات اليوريا بويزنينج. المولدي روتين دي في حالات البروتين بوتريفاكشن، دي بتشوفها في حالات الرومينال ستاسيس فتره طويله، تيجي تشم ريحه الرومينال فلويد لو خدت عينه تلاقي ريحتها مولدي مع ريحتها عفن كده، تمام، نتيجه البروتين بوتريفاكشن. الساور اودر، الساور اودر ده نتيجه الاكسس لاكتيك اسيد في حالات الكربوهيدرات اوفر فيدنج او كربوهيدرات انجورجمنت. اخر حاجه في الفيزيكال كاركترز او الفيزيكال اكزامينشن للرومينال فلويد، شفت اللون، شفت الكونسستنسي، شفت الاودر، تمام، او شميت الاودر. بعد كده السيدمنتيشن تيست، تيست بسيط خالص، مجرد ما تاخد رومينال فلويد هتحطها في تيست تيوب وتسيبها من 4 ل 8 دقائق. المفروض ان هي بتفصل لي 3 لايرز كده، في طبقه بتبقى رايقه في النص، بعدين بص تلاقي في فصلت ل 2 لايرز، طبقه فوق وطبقه تانية تحت كده، بتفصل جزء من الاكل او الحاجات اللي هي الخفيفه بالجرافيتي بتطلع لفوق، والسوليد حاجات سوليد بتفضل تحت، وكميه رايقه كده او جزء رايق من الرومينال فلويد بلاقيه. ده في خلال 4 ل 8 دقائق الفصلان ده بالشكل ده نورمال، نورمال سيدمنتيشن او نورمال نورمال رومينال فلويد بيكون بالمنظر ده كده بعد من 4 ل 8 دقائق. طب لو لقيت السيدمنتيشن ده تم بسرعه جدا وكون كله بس تحت في البوتوم بتاع التست تيوب والجزء اللي فوق فضل رايق زي ده كده، ده بيقول لي ان في ان اكتيف مايكرو فلورا، وده بيبقى في حالات الرومينال اسيدوزيس، ودي هتكون طبعا بالكونسيستنسي اللي احنا قلنا عليها ووتري كونسيستنسي. طب لو ما حصلش سيدمنتيشن في الفتره ديت او في الوقت ده وما حصلش سيدمنتيشن ولقيت الفيد بارتكلز عايمه كلها في بعضها كده، ده ممكن تحصل طبعا في حالات الفروس تيمباني، لان في جاز بابلز كتير بتعوق عمليه السيدمنتيشن بسرعه، فده ممكن يديني انديكيشن ان في فروسي بلوت او في حالات الفيجاس انديجيشن. ده بالنسبه للفيزيكال تيست اللي اتكلمنا عنها وحاجات بسيطه خالص. اول حاجه في الكيميكال اكزامينيشن بقى، يبقى نبدا الفحص الثاني او الطريقه الثانيه للفحص او الميثودز بتاعت الفحص الرومينال فلويد، قلنا فيزيكال ميثودز، ثاني حاجه الكيميكال اكزامينيشن. الكيميكال اكزامينيشن هنا رومينال فلويد بي اتش، النورمال رينج اوف بي اتش اللي بتعيش فيه الفلورا وبتعيش فيه البروتوزوا وبتعيش فيه الحاجات دي كلها، دي على حسب الاكل، لو كانت بتاكل جرين فودرز او جرين فودرز اكتر، جرين راشن او راشن كونتيننج جرينز، ابص الاقي البي اتش اقل شويه من 5.8 الى 6.5. لكن لو من 6 ل 7 في الجرين فودرز ايتنج او الحيوانات اللي هتاكل جرين فودرز لا هتبقى عاليه شويه من 6 الى 7. الابنورماليتي بقى فهمي، لو جيت مثلا البي اتش على فكره نقدر نقيسها بالبي اتش ميتر او بالبي اتش بيبر. لو حضرتك معاك بي اتش بيبر بس كده ويبقى ليها سكيل معاها كده بتلف الكالر بتاع دي هوريها لكم ان شاء الله في الابلكيشن بره في المزرعه، بنعملها بالبي اتش بيبر بسيطه خالص، وموجود الاثنين البي اتش ميتر والبي اتش بيبر نشوفهم مع بعض ان شاء الله. الابنورمال اللي نلاقي فيه اليفيتد بي اتش في حالات الرومينال الكالوزيس، لو اكبر من 7 يبقى فيه رومينال الكالوزيس، ودي ممكن اشوفها في حالات البيتريفاكشن اوف رومينال كونتنت، حالات اليوريا انديجيشن، حالات السمبل انديجيشن، كل ده اقدر اشوفه
في الاقي في زياده او ارتفاع في الرومن بي اتش. لورنج الرومنال بي اتش او رومنال اسيدوزس ده لو اقل من 5.8 في حالات الجرين اوفر فيدنج. الجرين اوفر فيدنج وحصل اكيوت كربوهيدرات انجورجمنت، ده ممكن يحصل فيه دروب للبي اتش وتبقى اقل من 5.8 او 5.8. حالات الكرونيك رومنال اسيدوزس طبعا دي هتبقى مرتبطه بنقص في البي اتش بتاعت الكرش. الفلورا او البكتيريا بعمل لها بعض الكيميكال اكزامينيشن، ودي بتبقى عباره عن تيستس او اختبارات، بعض الاختبارات المعمليه بنعملها ببساطه خالص، وبتدينا انديكيشن قد ايه الانروبيك بكتيريا موجوده، قد ايه البكتيريا اللي بتهضم الفايبرز او السيلوليتيك بكتيريا موجوده عن طريق السيلولوز دايجيشن تيست. الانروبيك فيرمنتيشن ده بنعمل تيست اسمه الميسيلين بلو ريدكشن تيست. الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات قد ايه البكتيريا اللي بتهضم الكربوهيدرات اكتف ونشطه، دي الدايجيشن اوف كربوهيدرات بنعمل السيلولوز، سوري دي سيلولوز دايجيشن تيست، السيلولوز فيرمنتيشن تيست. تمام. الدايجيشن اوف بروتين بنعمل نيتريت ريدكشن تيست، نعدي عليهم كده. الميسيلين بلو ريدكشن تيست لو خدت عينه من الرومينال فلويد وحطيت عليها ميسيلين بلو، الميسيلين بلو ده لانه طبعا بلو، ابص الاقي اللي حصل له دي كالوريزيشن في خلال 3 دقائق، يبقى الانيروبيك بكتيريا اكتف. الانيروبيك بكتيريا ده طبعا بيعمل اسسمنت للنمبر اوف فانكشن انيروبيك بكتيريا افيلبل ويزن ذا رومينال فلويد. فلو حصل دي كالوريزيشن يبقى نورمال في خلال 3 دقائق. الاب نورمال ان يحصل برولونجد ريدكشن للكلر بتاع الميسيلين بلو في خلال 15 دقيقه في حالات الرومينال ستازيس او الاندايجستبل رافجز. دايجيشن اوف فايبر سيلولوز دايجيشن تيست، ببساطه خالص بجيب عينه من الرومينال فلويد وبجيب بحط عليها 3.1 مللي اوف 16% جلوكوز، ده از سورس اوف انرجي للميكروبس الموجوده، وبعدين بحط سداده وبعلق فيها كوتون سريد، وفي الاخر بحط جلاس بيدز وبعمل انكيوبيشن عند درجه حراره كام؟ طبعا 39 درجه. تمام. اللي بتعيش فيها البكتيريا بعمل انكيوبيشن 48 ساعه، ابص الاقي لو البكتيريا اللي موجوده هنا اللي هي بتهضم السليلوز موجوده تاكل الكوتون سريدز اللي انا معلق فيها الجلاس بيدز دي، والاقي الجلاس بيدز وقعت تحت في البوتوم بتاعه التيست تيوب، وبالتالي اذا السيلوليتيك بكتيريا اكتيف. دي كلها حاجات ممكن تعملها في المعمل ببساطه، بس الاكثر منها انك تاخد تقيس البي اتش، تقيس الكلورايد بيرسنت وهكذا، حاجات تقدر تعملها، حاجات دي برضو حاجات بسيطه خالص، تيست بسيط خالص، مجرد بس ان يكون عندك انكيبيتور تعرف اذا كان السيلوليتيك بكتيريا موجوده ولا لا، او الاكتيفيتي بتاعتها كويسه ولا لا. الجلوكوز فيرمنتيشن تيست، وده هيقيس لي قد ايه البكتيريا اللي بتعمل فيرمنتيشن للكربوهيدرات موجوده ولا لا. باخد برضو 10 مللي من الرومينال فلويد وعليهم نص مللي 16% جلوكوز، ده عشان سورس اوف انرجي، بعمل انكيوبيشن عند ساعه لمده في درجه حراره 39 زي ما اتفقنا، وابدا اقيس الجازس كميه الجازس بالسكروميتر، جهاز كده مدرج هو اللي هو جوه في الانبوبه ده. تمام. الجهاز ده هو السكروميترز بيكون الجاز بابلز اللي بتتكون نتيجه الفرمنتيشن بتدخل جوه في المك في الـ في الـ في الـ في البالب بتاعته دي، في البالب دي. تمام. وبالتالي بيتحرك لفوق وبيكون مدرج من 1 2 3 بالشكل ده بالملي. طبعا لو لقيت كميه الجازس في الساعه الواحده، في الساعه الواحده طلعت التركيب بتاعه من 1 ل 2 مللي من الجازس في خلال ساعه، دي اكتف رومينال فلور. لو ما لقيتش جازس اتكونت او لقيت السكروميتر ده ما رفعش، تمام، بيبقى نو جاز ان اكتف رومينال فلورا، ده في حاله الاكيوت رومينال اسيدوزيس. ريدكشن للجازس، ريديوس ذا جازس، او لقيت بدل ما اتكون 1 ل 2 مللي لقيت مثلا ربع مللي او لقيت نص مللي من الجازز موجود في خلال ساعه، او بعد ما عملت انكيوبيشن للتيست تيوب دي في ساعه وحطيت السكروميترز ولقيت في ريدكشن للجازز، ده في حالات الرومينال الكالوزيس. تمام. انا عارف طبعا ان في
سيكشن يوم الخميس كان اجازه، كان في سيكشن اخد الجزء بتاع الاكزامينيشن بتاع الرومين، تمام. فده يعتبر السيكشنين مع بعض، الاكزامينيشن بتاع الرومين والاكزامينيشن بتاع الرومينال فلويد. يبقى كده الكيميكال تيست، قسنا البي اتش، شفنا البكتيريا اللي بتهضم الجلوكوز، شفنا البكتيريا اللي بتهضم السليلوز، او شفنا البكتيريا اللي ممكن تعمل ريدكشن، او الانيروبيك بكتيريا اللي تعمل ريدكشن للميثيلين بلو. نسبه الكلورايد ممكن تديني انديكيشن عن بعض الحاجات، اه ممكن تديني انديكيشن. دي باخد عينه من الرومينال فلويد، بعمل لها سنتريفيوجيشن، وبعمل ميجرمنت للكلورايد، كميه الكلورايد اللي موجوده في الرومينال فلويد في السوبر ناتنت. طبعا بقيسها بجهاز الكلورايد ميتر. النورمال ليفل بتاع الكلورايد، كميه الكلورايد في الرومينال فلويد 30 مللي ايكوفالنت كل لتر. الاليفيشن للكلورايد ده ممكن يزيد في حالات ايه؟ طبعا الكلورايد بيطلع من وفي نسبه ثابته في الرومينال فلويد، لكن لو زاد عن كده الكلورايد هيجي يحصل له سكريشن منين؟ طبعا من الابوميسم. فكل ده بيعلى في حالات الابوميزال ديزيزز، ابوميزال ريفلوكس، اوبستراكشن في الانتستينال فلو، او بعد الابوميسم. طبعا الانتستين لو في اوبستراكشن بيرد برضه الكونتنت بتاعته بتاعت الابوميسم للكونتنت للرومين، وبالتالي ابص الاقي الكلورايد عالي في الرومينال فلويد، تمام. ده بالنسبه للكيميكال اكزامينيشن. يبقى شفنا الكيميكال اكزامينيشن، قدرنا نقيس البي اتش، قدرنا نقيس الكلورايد بيرسنت، وقلنا ان هي نسبه الكلورايد لو عاليه عن 30 مللي ايكوفالنت لتر اكيد هتبقى في مشاكل زي بتاع الاميزال او انتستاينال ديزيزز. الحاجه الثانيه ان البي اتش، ونقيسها ازاي بالبي اتش ميتر او البي اتش بيبر. الحاجه الثالثه ازاي نقيس السيلوريتك بكتيريا، ازاي نقيس البكتيريا اللي بتهضم الجلوكوز، ازاي نقيس البكتيريا اللي بتهضم السيلولوز، وهكذا. بالنسبه للكيميكال اكزامينيشن، وقبلها شفنا الفيزيكال كاركترز او الفيزيكال اكزامينيشن اوف رومينال فلويد. نشوف بقى اخر حاجه الميكروسكوبيكال اكزامينيشن، وده في حاجتين. في قلنا في اللي هو الكوانتيتيف ميثود والكواليتيتيف. كواليتيتيف بجيب بريبير فريش سامبل، بعمل فيلم من فريش سامبل، واخد العينه فريش وابدا اعمل لها احطها بس على سلايد، وابدا افحصها تحت الميكروسكوب، وابدا اشوفها على اللو باور، واشوف واعمل جادجمنت على الاكتيفيتي، هل هي هايلي موتايل وفيري كراودد تاخد لها 3 بوزيتيف، لو موتايل وكراودد تاخد 2 بوزيتيف، لو سلاجش موتيليتي اند لو نمبر. دي هنقدر نعملها بره ان شاء الله على طول، هناخد عينه من الرومينال فلويد ونقدر نشوف الكواليتيتيف تيست ليها. سلاجش موتيليتي وسلو نمبر ولو نمبر للبروتوزوا، طبعا انا بشوف البروتوزوا ما بشوفش بكتيريا، اقدر اشوف رومينال البروتوزوا، هنشوف حركتها دلوقتي في فيديو. سبورادك اور مفيش الايف فونا اور بروتوزوا، طبعا ده بيدي نديله جريد زيرو. الكوانتيتيف ميثودز دي بجيب 1 مللي من الرومينال فلويد بحطها واخففها عشان اقدر اعدهم، طبعا في 15 مللي سالاين و5 مللي لوجلز ايودين، يبقى انا كده خففت تخفيف 1 الى 20. 1 مللي من الرومينال فلويد حطيت 15 مللي سالاين و5 مللي لوجلز ايودين، وبالتالي بقى عندي 1 الى 20 التخفيف. باخد 1 من 10 مللي من الميكشر ده وبحطه على جلاس سلايد، وابدا افحص او اعد على عند الساعه 10، بعد في 30 فيلد. ولو شفنا التخفيف، نسبة التخفيف مع ان انا اخدت 1 من 10 في النهاية خالص، لو خدت النمبر اللي هعده في 30 فيلد، تمام، اخد الافرج بتاعهم وهضربه في دي حجم الشريحة 22 في 50 مليمتر، تمام، اللي هي 1100، هيديني النمبر اوف بروتوزوا في 1 من 10 ملي اوف دايلوتد رومينال فلويد، تمام. لو عايز اجيب في العينه كلها النمبر في الملي الواحد، هضرب طبعا في 10 من عشان اجيبها في الاوريجينال سامبل بير ملي. النمبر اوف بروتوزوا ممكن من الحسابات دهيت لو رجعنا لها ببساطه خالص، هنلاقي العدد اللي هيطلع لي هضربه في 50، اللي هي زي معادله كده بتاع نسبه التخفيف، انا هاخد الافريج وهضربه في 50 هيديني النمبر اوف بروتوزوا بير ملي، تمام. يبقى ببساطه خالص هتعيد 30 فيلد تاخد الافرج، و
نضربه في 50، تمام، اللي هو في 1/10 مللي من الديلوتد رومينال فلويد ده، وابدا يديني نمبر اوف بروتوزوا بير ملي. دي مش هنعملها، لكن هنقدر نعمل الكواليتيتيف تيست، ان انا هبص على تحت الميكروسكوب. ببساطه خالص تقدر تعملها في الفيلد عندك او في العياده بتاعتك. هتاخد عينه من الرومينال فلويد، تحط تعمل فريش بريبير افريش فيلم على سلايد، وتبدا تبص تحت الميكروسكوب على طول، تقدر تشوفها بكل سهوله. دي حركة البروتوزوا تحت الميكروسكوب، ده اللي هنشوفه بره. يعني لما دي تقريبا في اوفر بتبقى تسريعة كراودنس و تزيزة ميكروسكوب. وحركتها كتيرة وحركتها كويسة و as a large number. لو شفنا حاجة زي دي
في تاني ده شوفوا تقدر ندي جريدز للفلورا. دي البروتوزوا اللي ماشيه دي البروتوزوا في الاكتيف، هي اكتيف بس لو نمبر، فممكن نديها جريدز على حسب ما اتفقنا. تمام، ده ان شاء الله نعمل له كلينيكال ابلكيشن بره.